افتتح رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في البحر الميت أعمال مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية لموائمة احتياجات الوزارات الحكومية والمتطلبات المجتمعية، والتي نظمتها لجنة الخدمات العامة وتسعة لجان مشتركة في مجلس الأعيان بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان ووزارة التعليم العالي. وأكد الفايز ضرورة وجود خطط استراتيجية اقتصادية وتنموية شاملة لمواجهة التحديات، وبخاصة في ضوء الأحداث المحيطة والحرب على غزة وما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على الأردن والمنطقة بشكل عام. وأشار الفايز إلى التحديات التي واجهت الأردن منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999 كالأزمة المالية عام 2008، مرورا بالربيع العربي وانقطاع الغاز المصري وأزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا من عدوان إسرائيلي غاشم في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية سيما بعد وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب في قطاع غزة. هذا وبين الفايز أن قوة الدول وتطورها في مختلف الميادين يعتمد بالدرجة الأساس على التخطيط الاستراتيجي الذي عنوانه البحث العلمي المنظم. يجب أن يكون هناك خطط لكل التحديات اللي ممكن نواجهها بالمستقبل. الآن ما بعد غزة من أخطر المراحل اللي راح يمر فيها الأردن، وهذا يجب أن يخطط له. شو بنقدر نساوي إحنا على أساس إنه نقدر نواجه أي تحدي راح ينفرض علينا في المستقبل؟ مش راح تكون آخر تحدي هذا. يعني ما بعد غزة كابوس، يعني بلد دمر، 70% من البنى التحتية دمرت، لا في مي ولا في كهرباء ولا في غذاء ولا دواء. ماذا بعد انتهاء أو وقف إطلاق النار؟ هاي السؤال. شو التبعات على الأردن السياسية والاقتصادية؟ موضوع التهجير، موضوع المخدرات، موضوع شرق وغرب وشمال وجنوب، أبدا كلها مشاكل. فإحنا يجب أن نحضر حالنا ونكون نواجه التحديات اللي إحنا بتواجهنا. الخطر قائم من كل الجهات، وخصوصا موضوع التهجير، موضوع التبعات الاقتصادية. بكرة لما نصحى ونشوف 50-60 ألف عاطل عن العمل، هذول مين بدي يعيلهم؟ يجب أن يكون هناك خطط اقتصادية عاجلة لحل مشكلة البطالة والفقر.